صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: اعتقاد الأشاعرة أن الله تعالى في كل مكان، هل يقصدون بذلك أنه في كل مكان بذاته أم أنه في كل مكان بعلمه؟ لو كانوا يقصدون أنه في كل مكان بعلمه العقيدة أهل السنة والجماعة، لكن هم يقولون بذلك، يقولون ليس له مكان، لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا إلى آخره، فمعناه أنه ينتهي إلى لا شيء هذا القول. نعم.